السلام عليكم. الايام الطيبه كده روايحها بتهل علينا، ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. رمضان قرب وبحس كده ان الدنيا مرشوش فيها خير ورحمه وطيبه كمان، واليوم بيبقى طيب لما بنبتديه بالفقره الطيبه اللي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى ولتعليم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبيشرفني في الفقره دي ان يكون معانا ابننا الاستاذ عبد العزيز رضا من مؤسسه نبض الحياه، الرئيس التنفيذي لمؤسسه نبض الحياه. شرفتني يا فندم. شرفتني يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ نشوى. بتفائل بوجودك لانك بتقول لنا دايما اخبار حلوه. الحمد لله. وقبل الهوا كده قلت لي خبر جميل جدا جدا، يعني انا كنت متخيله ان كراتير رمضان هتتاخر لسه المرحله الاولى، فانت فرحتني فنفرح الناس بقى معانا. بس نقول قبل البدايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور واهله صلى الله عليه وسلم. احنا الحمد لله بفضل ربنا ابتدينا في المرحله الاولى فعليا لتوزيع الكراتين، كراتين رمضان. بالمناسبه الحريصين طول الوقت ان هي ما تبقاش احنا كرتونه رمضان، لكن مش معنى كده ان هي تبقى مع بدايه رمضان، لا احنا عايزين ندخل السعاده زي ما قلت مع حضرتك الاسبوع اللي فات على قلوب الناس بدري شويه، الناس تبقى داخله شويه رمضان وهي مطمنه. فابتدينا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى تنفيذ المرحله الاولى من التوزيع من يوم الجمعه اللي فاتت، يعني احنا كمان كان يوم الجمعه وما كانش الناس قاعده مريحه، احنا ما عندناش راحه خالص طول الوقت. فابتدينا الحمد لله جمعه وسبت والنهارده اليوم الثالث على التوالي حد لتنفيذ المرحله الاولى. انا مع حضرتك دلوقتي ومشايخنا الافاضل واداره المشروعات عندنا في المؤسسه وزمايلنا كلهم موجودين بيسلموا الجمعيات الشريكه اللي هنبدا من خلالها نوزع للاسر الاكثر احتياجا. والمرحله الاولى عندنا كنا مستهدفين بيها كل محافظات من اول البحيره لحد مرسى مطروح، كل الاماكن اللي احنا رصدناها ده في المرحله الاولى معانا الغربيه وكفر الشيخ والدقهليه والقليوبيه والقاهره والجيزه وبني سويف. ده المرحله الاولى، دول الثمان محافظات اللي احنا نزلنا معاهم في المرحله الاولى. وان شاء الله هنبدا في المرحله الثانيه باذن الله الاسبوع القادم نتوغل شويه في الصعيد، وهنبدا نرجع تاني لوجه بحري نبص عليه شويه في المرحله الثالثه وهي الاخيره، وممتد العمل في كراتين رمضان لحد اخر شهر رمضان ان شاء الله. لاخر شهر رمضان. لاخر شهر رمضان. يعني احنا دلوقتي بس ابتدينا المرحله الاولى، وحضرتك قلت لي ان في البدايه بنبتدي عشان العمليات التنظيميه بتبقى مع الجمعيات المشاركه اللي حضراتكم تواصلتوا معاهم وقلت لهم عايزين ايه ومحتاجين ايه. مظبوط. هي العمليه بتبدا بشكل عامل ازاي؟ احنا لابد من التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الخيريه اللي داخل نطاق المحافظات في القرى والنجوع الاكثر واشد احتياجا، علشان احنا عندنا دايما مبدا المشاركه المجتمعيه، فمش بس نوصل المساعده لاهالينا، ده انا عايز اقول لحضرتك الاسره اللي في الجدول معانا هتاخد يوم 10 رمضان عارفه من النهارده ان هي ليها كرتونه جايلها يوم 10 رمضان، فهي قاعده مستنياها وعامله حسابها عليها. مش معنى ان احنا بنقول، ممكن حد هو بيسمعنا يقول انتوا ممتدين لاخر رمضان في التوزيع، طب الناس هتعمل ايه بالكرتونه؟ نمره واحد، احنا مبدئيا خلينا متفقين ان الكرتونه دي احتياج اساسي طول السنه. أيوة. مش في رمضان بس، لان المواد الغذائيه اللي فيها احنا ما بنحطش قطايف ولا بنحط كنافه ولا بنحط مكسرات ولا الكلام ده كله، ولا مثلا تيم مجفف، ولا لا، احنا بنحط الاساسيات الاحتياجيه لحياه الانسان. الاولويات الاساسيه اللي هي الرز والمكرونه والسكر والشاي والزيت والسمنه والصلصه، الحاجات اللي هي الاحتياجات الاساسيه. فعايزين نقول ان ده احتياج اساسي بغض النظر احنا في رمضان ولا لا، وده مشروعنا فعليا المبادره اللي احنا نفذناها من 6 شهور، واطلقنا حمله اطعام طول العام مش بس في شهر رمضان، سواء كان اطعام جاهز او مجفف او كراتين زي الكرتونه اللي احنا بنوزعها او الحالي. اطعام ساخن. وانا حضرت مع ساخن. حضراتكم كنا في اطفيح، اطعام قريه في اطفيح. وكان يوم عظيم كده. والمبادره احنا عملناها بالمناسبه، احنا في حاجات كتير جدا، يعني انا عايز اقول للساده المتبرعين في حاجات كتير جدا احنا ما بنصورهاش لان بيبقى فيها تكلفة وجهد ممكن ما نقدرش ننفذه في نفس الوقت. يعني على سبيل المثال في يوم واحد كان عندنا توصيل تنفيذ أو تسليم وصلات مية في برج العرب، وفي نفس اليوم كان عندنا برضو في أطفيح، وفي نفس اليوم ده كان عندنا أبار في بني سويف. طب ليه التلاتة دول حصل مصادفة في نفس اليوم؟ ها. لأن احنا أحيانا بينزل شركة المياه اللي بتسلم. فما بيجي قرارها ان يبقى النهارده هنعمل كذا، فانت ما تقدرش تعدل لهم قرار. فبيبقى معايا حد مسؤول من المؤسسه معاه، بس ما ينفعش فريق التصوير يبقى هناك ويبقى وهنا هنا في نفس الوقت. صح. فبنجتاز ده بان احنا بنبقى في نفس الوقت ده بنختار مكان واحد بنصور، لان هي انت هدفك من التصوير توثيق. تحسسني لا وتحسسني بالفرحه الحقيقيه. وعايز اقول لحضرتك حاجه كمان، احنا اللي احنا بنعرضه ده جزء، واللي بيوصل للساده المتابعين ده شكل تاني خالص. يعني انا بصور اللي بعرضه مع حضرتك مثلا في الحلقه بيبقى نموذج نقول يا جماعه احنا بنعمل كده،
في ارض الواقع كل واحد من الساده المتبرعين اتبرع بتبرع بنصوره له فردي بشكل فردي، وبيروح له على الواتساب، وبيروح له على الواتساب بشكل فردي خالص عشان يبقى مطمن. نفس الفكره واحنا بنعمل كارتين رمضان النهارده، احنا بنصور واحنا في المصنع اثناء تحميل العربيات وخروجها من المصنع واثناء التعبئه، وبننزل مثلا يعني المرحله الاولى دي معانا 35 جمعيه، 35 جمعيه في 8 محافظات. طيب هل احنا هنبقى على مقدره ان احنا نصور مع ال 35 جمعيه؟ لا، هيبقى صعب شويه، لكن احنا بنختار مثلا من ال 35 جمعيه اللي عنده استعداد للمشاركه في ان هو يعمل لنا مثلا نطاق جغرافي او حيز جغرافي كده نقدر نصور فيه مع الحفاظ على عفه اهالينا. كنت لسه هقول لك حاجه بقى. يعني مع الحفاظ، عشان ممكن حد بيشوفنا دلوقتي يقول ايه الزوم والتصوير. احنا التصوير اللي بيتصور التقارير دي تقارير عامة مش شخوص، يعني زي مثلا حملة سترة وربنا يستركم. احنا ما شفناش العرايس، ما شفناش الجهاز وهو بيروح للعرايس. لا طبعا. وحتى لما قلت لك الله ده تبقى فرحة حلوة كده والعروسة شايفة حاجتها وجهازها، فحضرتك قلت لي لا. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا في مثلا في ملف تجهيز العرايس وملف سترة اللي بنتكلم فيه، واحنا بنتواصل معهم قبل لما بيطلبوا مننا المساعدة، فبتقول طب يا ابني انتوا هتنزلوا لنا كده قدام الناس او تبقوا لابسين الفيست مثلا بتاع نبض الحياه، بتقول اللبس اللي انتوا بتبقوا لابسينه، فوانتوا داخلين تعرف واحنا خارجين تعرف. لا خالص، احنا ما بنعملش كده، احنا بندخل كاننا زائر للاسره، بنشوف الوضع او كانك بتاعها. الشركه اللي بتوصل لهم الحاجه ده قبل لا احنا الحاجه بتوصل لحد البيت، احنا بنسلمها من مكان بره بيتها خالص. والله لا، ما بنروحش نعمل الدوشه اللي قدام البيت. انا فاكره انت بتروح تاخد الاجهزه على العربيه. لا لا لا، احنا بنعمل حفل مجمع كده بنسلمهم فيه الاجهزه بتاعتهم زي ما شفنا، وهم ينقلوها بمعرفتهم، هم بينقلوها بمعرفتهم عشان الستر، يعني لازم من تنفيذ مبدا الستر ده. الله. فبنبقى مراعيين الموضوع جدا من اول ما بننزل للمستفيد بيته لحد وده في الكراتين برضو، انت مش تدخل تصور الكرتونه عند الاسره جوه في كل حاجه. احنا ده بنراعيه جدا. الله يكرمك يا رب ويسترك، ربنا يعز حضرتك ويسترنا. طيب يعني استكمالا للفرحه الجميله دي هنشوف تقرير ونرجع نكمل كلام. حمله ويطعمون الطعام مع مؤسسه نبض الحياه بتعيش حضراتكم لحظه بلحظه، وبنعيش مع بعض الخير الجميل اللي حضراتكم كنتوا السبب في تأسيسه. النهاردة مؤسسة نبض الحياة بالاشتراك مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في كل مكان، في النجوع والكفور والقرى، جايين النهاردة بفضل الله عز وجل علشان نحمل الكراتين بتاع نبض الحياة بتاع حملة ويطعمون الطعام اللي هتدخل على الناس الطيبة وأسيادنا الطيبين في شهر رمضان المبارك، علشان خاطر خلاص ما يحملوش هم، خلاص ما فيش النهاردة هم، الحمد لله رب العالمين. السعادة والسرور هتدخل كل بيت بإيه؟ ب 300 جنيه ثمن الكرتونة الجميلة دي. عبد العال أحمد عبد العال من الصنطة، جمعية التيسير. جمعية التيسير غربية برضه؟ غربية برضه إن شاء الله. طب عرفت مؤسسة نبض الحياة منين؟ طبعا هي اللي المجهود الجميل اللي هي عاملاه يعني غني عن التعريف، اللي كل الناس تعرفها، انا بيتهيألي يعني مصر تقريبا كلها عرفتها من المجهود الجميل اللي هي بتعمله والمشاركه الجميله في المجتمع، وان هي بترفع عن المواطن المعاناه، وبتبص للناس اللي هي خلاص يعني مش ما عادش فيها او مش قادره فبتسند معاه، فده مجهود يشكروا عليه. طب وجاي من محافظه الغربيه عشان يعني في الحر ده، ما انتوا ودتونا عشان الناس الغلابه، احنا جايين عشان ناخد الناس الغلابه. ربنا يبارك لهم. اه والله. طب ما تعبتش من المشوار؟ لا والله ما تعبش، مدام في الخير. الله. ما تعبش مدام في الخير. الفئات اللي حضرتك بتساعدها هناك انهي فئات؟ الفئات طبعا اللي هي الغير قادره، فبنحاول ان احنا برضو نخفف عنهم بكل الامكانيات. بنشوف مثلا مؤسسه نبض الحياه اللي هي فعلا عامله مجهود يعني مجهود جميل جدا، والحمد لله بنحاول ان احنا برضو نسعى ان احنا نخف على الناس وربنا يقدرنا. وطبعا احنا بدورنا كجمعيات بنحاول نوصل للناس دي علشان نوصل برضو الحق للي يستحقه، واحنا برضو ربنا يكافئنا على اللي احنا بنعمله يا رب، ويتقبل مننا بمناسبه شهر رمضان الكريم. ربنا يبارك فيك. ولعل حضراتكم سمعتوا في جملة مشتركة بين كل الناس المشاركين معنا في الجمعيات، اللي بيجربنا مرة بفضل الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يسيبنا أبدا. فأي حد في المتبرعين أو المتعاونين اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ستظل مؤسسة نبض الحياة هي الرائدة والمتميزة في مجال العمل الخيري، وربنا يوفق الجميع يا رب العالمين. يا
رب الخير يبقى موجود طول السنه مش في رمضان يا بس يا رب، ويا رب فعلا نستكمل حمله اطعام مع حضراتكم ان شاء الله. احنا كمان مش بس كراتين رمضان، احنا كمان اطعام عابري السبيل. احنا عندنا احنا عايز اقول لحضرتك حمله اطعام الطعام او اطعام قريه الاول اللي حضرتك حضرتيها معانا في اطفيح، النموذج ده اتكرر مرتين بعد كده، ولكن في المرتين دول احنا كنا حابين نفرح علينا. كانت مره بنعمل في بني سويف اسقف، فاحنا بنعمل اسقف خلاص رصدنا 50 اسره وعملنا نفس اليوم اللي حضرتك شفتيه في اطفيح. الله. ويوم تاني واحنا نازلين نسلم ابار في مطروح عملنا نفس الموضوع ده في قريه من قرى مطروح من القرى الحدوديه. الله. عملنا برضو 50 اطعام 50 اسره. فعايز اقول لحضرتك ده احنا طول الوقت بنشتغل فيه وبنعمله، ولكن خلينا في فتره الخير بقى اللي احنا فيها النهارده. النموذج اللي حضرتك شفتيه ده لسه امبارح، ده كان تصوير امبارح، يعني حتى الكلام ده ما لحقش يتظبط كده او لا نلحق نتظبط قوي ده يعني حاجه يعني يتفعل. انا عايز اقول لحضرتك الاسر دي الكراتين دي طلعت امبارح لعدد من المحافظات، والنهارده بيوزعوها فعليا. النهارده في ناس كتير جدا الفرحه دخلت في بيوتها، ويوم الجمعه كان في نفس التصوير ده، ويوم السبت اللي هو امبارح كان في ناس كتير جدا فرحانه في بيوتها بدخول الكراتين. وفي ناس فرحانين تانيين غير الناس دول. وعايز اقول لحضرتك اللي اتبرعوا. اللي اتبرعوا وهو شايف الفرحه دي بقى وهي بتتوزع كده في كل انحاء الجمهوريه، يعني تخيل حضرتك انت على مقدره انك تنفعي اسره او اتنين جنبك، طب لو الخير بتاعك ده انت شاركت بيه وانتشر في كل انحاء الجمهوريه. يا ما في كل في مكان في اماكن الجمهوريه. خيرنا كلنا بقى ممتد لغيرنا وبقى في كل مكان في مصر. فده المستهدف بتاعنا، وحريصين برضو طول الوقت يا استاذ نشوى قبل ما ادخل بقى اقول لحضرتك احنا بنعمل ايه غير كرتونه رمضان في رمضان، حريصين ان احنا طول الوقت ده يتم بتنفيذ او بالتنسيق مع الجمعيات الوسيطه. ليه بقى؟ الجمعيات الوسيطه دي ممكن يكون عندها ركود طول السنه، قاعد طول السنه ما عندوش شغل، فقاعد طول السنه ما عندوش نشاط، فقاعد طول السنه ما هوش عارف يعمل ايه. ولا علشان كده الناس لو حضرتك لاحظتي كل اللي كانوا معانا في التقرير دول الناس قائمين على عمل، متطوعين على العمل في كل الجمعيات، كل اللي كانوا واقفين في الكادر دول كل اللي كانوا واقفين جمعيات بتستلم. تمام. فبيبقى فرحان فرحه اكتر من فرحه المتبرع واكتر من فرحه المستفيد، لان هو وسيط خير بيسعى وبيشقى وبيتعب وبيسافر مسافات طويله جدا عشان يجي يستلم ال 100 او ال 200 او ال 300 كرتونه حسب عدد الحالات اللي عنده، ويبدا بعد كده يتولى توزيعهم على الاسر اللي في القريه بتاعته. فبيبقى عنده حاله من النشاط طول شهر رمضان، يجي جريلنا يقول لنا هتساعدونا في ايه؟ طب احنا خلصنا الكراتين، استلمت الكراتين هتعمل لي ايه؟ فبنبدا بقى بعد الكراتين نستهدف موائد الرحمن او اطعام قريه بالكامل زي ما احنا قلنا الله. قبل كده فبننزل بنستهدف ده، احنا لما بننزل في الحملات المسبقه كنا بنستهدف قريه واحده في كل حمله احنا بنعملها في رمضان. احنا هيبقى عندنا في اليوم 5 و10 قرى كل يوم في رمضان طول ايام رمضان شهر رمضان المبارك، هيبقى عندنا 5 و10 قرى في اليوم كحد ادنى بنستهدفوا الاطعام القريه، يا اما موائد رحمن يا اما بننزل نوصل الوجبات دي من خلال برضو الجمعيات الشريكه لحد بيوت الناس. والموضوع ده ما بيبقاش ده أحلى. بنبقى مستمتعين بيه جدا والناس بتبقى مستنياه. وعايز اقول لحضرتك ان احنا احيانا لو دخلنا 5 وجبات البيت لخمس افراد، انا شفت ده بعيني، هل بيستهلكوا ال5 وجبات مره واحده؟ لا بيشيلوا حبه اللي بعدين، علما ان هم 5 افراد ما بيستهلكش ال5 وجبات والله. ولكن احنا عشان نحافظ على عفه الاسره ما ينفعش نديله 3 وجبات هم 5 افراد، فبنديله مثلا 5 وجبات او 4 وجبات حسب عدد افراد الاسره، ولكن هو ما بيستخدموش في المره الواحده، لا ممكن يستخدموا يوم واثنين وثلاثه. وعايز اقول لحضرتك ان احنا كمان عندنا حمله عابر السبيل اللي بنستهدف بيها كل الناس اللي ماشيه على الطرق وقت الصيام، في عدد كبير جدا برضو من المحافظات على الطرق السريعه اللي صعب الوصول فيها لوسيله ميه الناس تقدر تفطر عليها، او صعب ان هو يلاقي مائده رحمن في الطريق يفطر عليه، بنوزع عليهم وجبه عابر السبيل اللي بيبقى فيها باتيه وعصير وميه وتمر، بيبقى فيها حاجه تقدر تخليه. واحنا قلنا قبل كده موقف كتير تعرضنا ليها وحاجات كتيره شفناها، ولكن انا عايز اقول لحضرتك اطعام الطعام ده من يعني من الحاجات اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا احنا كوسطاء خير بالفضل، وبيفتح علينا جدا في وقت. لا ده ليها فتوحات، بص انا اول مره اسمع جداً. والله العظيم عن عشان بس نذكره وندعي له بالرحمه، اول مره اسمع عن مصطلح اطعام الطعام كان من الله يرحمه يحسن اليه علاء ولي الدين. الله يرحمه. فكان علاء يعني حبيبي في الجنه ونعيمها يعني يعشق اطعام اطعام الطعام. فايه فقلت له طب ما هو ممكن حتى يبقى ايه في ناس محتاجين اكتر، فيقول لي ده عن سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اللي هيدوق منها هيبقى في بركه ليكي. انا جالي حد قال لي انا ممكن اتحمل يوم اعمل فيه اطعام طعام، حد اعرفه معرفه شخصيه جدا يعني، اعمل فيه اطعام طعام بس انا اللي ابقى متحمل تكلفته، وانا ربنا يكرمها يا رب يعني ربنا يشفيها يا رب وتكون في احسن حال ويشفيها ويعافيها من المرض يا رب اللي هي فيه.
بس اكون انا اللي بطبخ، يعني انا اللي هطبخ ايا كان العدد اللي انا هتولاه. انت هتقول لي انا عايز 50 او عايز 100، انا اللي هطبخ وانا اللي هتكفل ب التكلفة المالية، وانا اللي هنزل اشتري بنفسي المواد الغذائية، وانا اللي هعمل كل ده، وانتوا خدوا ووزعوا. يعني انا بس عايزاكم تتولوا مني المرحلة اللي بعد ما اسلمكم ال 50 او ال 100 او ال 200 وجبة اللي انتوا هتقولوا لي عليهم، وعندي استعداد اعمل ده مرة واثنين وثلاثة. فالناس طب ما نقول اسمها ده، ده بيبقى عشان ندعيها. ده بيبقى ده يعني ما خلاص زي ما انت عايز، هي مش حابه ده زي ما انت. فربنا يتقبل منها جميعا، منها ويتقبل منا جميعا يا رب. ومبادرات الخير اللي احنا بنشوفها من، انا عايز اقول لحضرتك، احدى الجمعيات الكبيره جدا، لقيتهم بيتواصلوا معايا امبارح بيقولوا لي يا استاذ عبد العزيز اتفضل دي بيانات متبرع اتصل بالغلط علينا. فاحنا بنقول له احنا، هو بيقول لي انتم مؤسسه نبض الحياه، قلت لهم لا احنا جمعيه كذا. انا عايز اتوجه لهم بالشكر لان ده طبعا احترام متبادل وامانه متبادله، واحنا طول الوقت حريصين ان احنا بنعمل كده برضو. فلقيتهم بيتصلوا بيا يقولوا لي دي بيانات متبرع، لما بيكلمنا علينا نبض الحياه لان احنا جمعيه تانية خالص، بس كله في الخير. فلو سمحت اتفضل البيانات بتاعته هات وتواصل معاه. فاحنا بنشوف مين المتبرع ده، لانه متبرع ساهم معانا قبل كده كتير جدا، ده تصديقا لكلام الشيخ حافظ ان اللي بيتعامل مع مؤسسه نبض الحياه سواء كان متبرع او مستفيد او اي جمعيه او غيره حريص طول الوقت ان هو، لا الحمد لله احنا بنحافظ قدر المستطاع. ولكن انا عايز اقول احنا طول الوقت عندنا جهاز تنظيمي وهيكل اداري حريص جدا على ان هو يحافظ على المثلث اللي احنا بنشتغل فيه دايما، المتبرع والمستفيد والوسيط. فطول الوقت احنا حريصين على اكتمال المثلث ده يكون كامل على اكمل وجه، وربنا سبحانه وتعالى بيعين. وعايز اقول لحضرتك والله احنا زمايلنا فعليا ثالث يوم في الشارع، في الشارع بيباتوا في الشارع علشان خاطر يقدر يتكفل بان هو يقدر يطلع في اليوم 5-6 آلاف كرتونه، يقدر يسلم 30-35 جمعيه، يتحرك بعد كده خطوط سير مع الجمعيات، لان هو الجمعيات مش بتستلم فاحنا بنسيبها. امال ايه؟ احنا بننزل معاها التوزيع، لازم بنشوف التوزيع بعينينا. لازم في عندك مندوب يبقى واقف على راسهم علشان اشوف التنظيم بتاعه والاسر اللي بتستفيد، فيبقى بقى ليه سي في معايا السنه الجايه هاخده معايا ولا لا. وعشان تطمن لان انت المتبرع بيحط في ايدك امانه، بيفوضنا بيفوضنا لتوصيل الامانه لمستحقيها. وفي يوم خير اكتر من الوقت اللي احنا فيه؟ مفيش يا رب. وانا عندي ثقه في الساده المتابعين، ما انا لسه والله عندهم ثقه في مؤسسه نبض الحياه. الهمه شويه يا جماعه، الهمه لان خلاص رمضان كل سنه طيبين، اقل 10 ايام تقريبا 11 يوم. فالهمه وما تعرفوش اللي بيتبرع ده الحقيقه هو مش متفضل خالص، ده فرض وده واجب عليه طبعًا. وده بوسطجي توصيل طبعًا. يعني مش بما يعني انت مش احسن من اللي بتتبرع له، قد يكون هو الاحسن طبعا. ولما يدعي لك دعوه كده ربنا يتقبل. فكل صحباتي الستات اللي بيتفرجوا علينا، ما تستقليش اللي موجود معاكي، والله لو متوفر معاكي 50 جنيه اي مكتب بوسطه جنبك هتروحي تحطيه فيه لمؤسسه نبض الحياه، وانت بتشوفي بنفسك. وقول لهم حتى انا عايز اعرف هتحطوا لي ايه في الكرتونه وهتودوها لمين كمان، فيقدروا يعملوا لك ده. واللي معاه بقى كتير، يعني لما مره في السنه تطلع مبلغ حلو كده، يعني قيمه 100 كرتونه ولا حاجه، يعني مش هقول لكم يعني قلنا كتير. احنا في الوقت الناس بتحب كمان تطلع فيه زكاه الاموال وبتحب تساهم فيه بشكل، لا ده رمضان كمان لسه داخل ان شاء الله، ومضاعفه الصدقه في رمضان كمان. ف ربنا كريم ان شاء الله، احنا منتظرين في اي وقت، احنا طول الوقت 24 ساعه شغالين وفي استقبال الساده المتابعين. انا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وانستني. 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه بسعر المكالمه العاديه، غير مكاتب البريد، غير بنك السي اي بي. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه باذن الله تعجبكم.